12 حزبا سياسيا في تعز يبعثون برسالة للمبعوث الأممي لليمن مطالبين فيها بفتح جميع الطرق المؤدية إلى المحافظة، مؤكدين على فتح الطرق الرئيسية مع امتداداتها الجغرافية إلى بقية المحافظات وأن تتزامن مع فتح مطار صنعاء، وطالبوا أيضا بفتح مطار تعز أمام الرحلات الداخلية والخارجية. رسالتنا في أحزاب تعز مجتمعة أننا نريد فتح الطرق الرئيسية، فتح طريق تعز صنعاء، تعز عدن، تعز المخاء، تعز الحديدة، ولا نريد فتح طرق فرعية قبلية للاستمرار في معاناة هذا الشعب. المواطن داخل تعز الذي يقطع إلى الحوبان 5 دقائق يأخذ 6 ساعات إلى 12 ساعة في الجبال حتى يصل إلى الحوبان بدل 5 دقائق. تعز ضمن هذه الهدنة ومنها مطار صنعاء، مطار الحديدة، إلا أننا رأينا أن تعز كانت لا تزال متأخرة الهدنة فيها، وهي عبارة عن فتح الطرقات. القوى السياسية والأحزاب السياسية في تعز بعثت رسالة موحدة إلى المبعوث الأممي، مفادها أن تفتح الطرق الرئيسية التي يأمن فيها المواطن بإيصال غذائه ودوائه وشرابه وملبسه دون عناء، وهي الطرق الأساسية التي تربط بين المدن الرئيسية عدن والحديدة والمخا أيضا. كما أكدت الأحزاب رفضها الالتفاف على المطالب بفتح طرق فرعية لا تؤدي لرفع المعاناة على الناس، وطالبوا باستمرار الهدنة وإدانة كل الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي. 20 يوما من الهدنة لم يستفد منها مواطنو تعز شيئا، مع استمرار ارتكاب ميليشيات الحوثي لجرائم القتل والقنص وزرع الألغام واستهداف الأحياء. تعز تعاني حصارا منذ 8 سنوات، أنهك بناها التحتية وأنهك أبنائها، وأصبح حصار تعز يتعارض مع كل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية. ورسالة أبناء تعز تضمنتها رسالة الأحزاب، كانت تؤكد على ضرورة الفتح الشامل والكامل لجميع المعابر دون شروط مسبقة ودون انتقاص. التعز في كل التفاهمات في كل لا تدخل، وفي الوقت الذي دخلت فيه تعز طاولة التفاهمات ومن أجل فك الحصار، نرى أن هناك إبطاء تام أو ترك تام لهذا الملف ونسيان تعز، يقتلها الحصار والوضع الاقتصادي المرعب. يلا لا. الحصار أصبح العائق الأساسي أمام أبناء محافظة تعز، والهم الأكبر الذي يكبس على نفوس المواطنين في محافظة تعز وأيضا على القيادات والأحزاب وعلى الجميع من في المحافظة. الكل تأثر اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وسياسيا. الحصار على محافظة تعز أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وأدى إلى الشتات بين أبناء المحافظة. الحصار اللا إنساني الممتد ل7 سنوات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية مزقت الأسر وأضافت أعباء مادية على المسافرين، ومنعت الكثير من المواد من الوصول إلى المدينة والمناطق المحررة. فالهدنة قد لبت مطالب الحوثي المعتدي وأغفلت مطالب المعتدى عليه.